السلام عليكم. اليوم رانا في ملعب قسنطينة، ملعب حملاوي، و يعني نشوفوا الأشغال يعني عند نهايتها، وهذا هو الشكل النهائي تاع الملعب، واللي يعتبر يعني نشوفه يعني بالنسبة للملاعب من قبل، يعني في 10 أو 20 سنة الماضية فيه تحسن كبير من ناحية يعني الأشغال نتاع الملاعب هادية. لكن النقطة السوداء اللي تبقى يعني نتأسف عن عدم يعني وضع غطاء لهذا الملعب الرائع اللي أصبح جيد. نتمنى تكون فيه صيانة للملعب هذا، وإن شاء الله يكون فيه ملعب كبير آخر لمدينة قسنطينة، اللي في الحقيقة يعني تستاهل يكون عندها ملعب من طراز عالمي موطى. وإن شاء الله في المستقبل المسؤولين يفكروا في هذا المشروع هذايا، ويعاودوا يحيوا المشروع اللي كان يعني راه جيلي راه كان مؤجل هذه منذ 10 سنوات. إن شاء الله يعاود يحيا. ونخليكم مع نهاية الفيديو هذايا اللي درت فيه اجتهاد كبير باش جمعت كل هذه الصور الجميلة، ودرت هذا المونتاج الرائع اللي يكون أفضل فيديو عن ملعب حملاوي بقسنطينة. ونترككم مع نهاية هذا الفيديو، والسلام عليكم.